السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه الـ24 من بي تريبل ام بي، ولسه في تالت ام ماشين. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مكونات مكنه الحقن، النهارده هنتكلم عن فكره عملها. بتبتدي الحركه في المكنه بموتور كهرباء اللي بيحرك ترومبا اللي بدورها بتسحب الزيت من التانك وبتضخه في جميع الخراطيم في المكنه. من خلال بلفين على الترومبا بيتحكموا في السرعه والضغط العمومي بتاع المكنه كله. كل خرطوم دوره انه يوصل الزيت لجزء من اجزاء المكنه اللي بنبقى عايزين نحركها. على كل جزء من الاجزاء دي بيبقى فيه بيستم هيدروليك راكب عليه بلف بيبقى مسؤول عن حركه البيستم ده، بحيث ان هو بيبقى جاهز ومستني اشاره من الكنترول، مجرد ما تقول له يفتح يفتح. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن حركه المنجله، البيستم اللي بيبقى مسؤول عن قفل وفتح المنجلة بيبقى راكب عليه بلف ووصل له زيت مستني إشارة من كنترول، مجرد ما الإشارة دي توصل تقول له يفتح يبتدي يفتح المجال للزيت عشان يفتح البيستم يفتح المنجلة، تتعكس الإشارة بالقفل يبتدي يفتح المجال للبوابة التانية بتاعة القفل يقفل البيستم يقفل المنجلة. نقدر نشبه المكنة بجسم الإنسان، فلو قلنا إن الموتور والترومبة بيمثلوا القلب اللي بيضخ الدم في جسم الإنسان، فالموتور والترومبا برضو بيضخوا الزيت في المكنة كلها. ولو قلنا ان الزيت بيضخ في المكنة عن طريق خراطيم الهيدروليك، فبرضو جسم الانسان بيضخ الدم عن طريق الشرايين في الجسم كله، بحيث ان بتبقى دايما الدورة الدموية جاهزة في الجسم كله على جميع الاطراف والاجزاء اللي بيتحرك بيها، زي ما الزيت بالظبط بيبقى جاهز في المكنة كله على جميع البلوف اللي بتحرك والاجزاء اللي بتتحرك في المكنة. وبيفضل كل جزء مستني اشارة من المخ عشان يتحرك بالفتح والقفل، زي ما بالظبط كل جزء في المكنة مستني إشارة من الكنترول عشان يتحرك بالفتح والقفل. بتيجي منين السرعات المختلفة للمكنة؟ زي ما قلنا بيبقى راكب على ترومبا بلفين رئيسيين بيتحكموا في الضغط والسرعة، ومع كل حركة في المكنة بيتغيروا البلفين دول عشان يناسبوا الضغط والسرعة اللي رايحين ليها. يعني لو أنا هحرك المنجلة فببقى مسجل على الكنترول سرعة وضغط معينين بيتحكم فيهم البلفين دول، لو هروح لطرد الدفاع ببقى مسجل سرعة وضغط تانيين بيتحكم فيها البلفين دول، فالبلفين دول بيبقوا فاتحين وقافلين باستمرار مع الكنترول وحسب الإشارة اللي جاية لهم من الكنترول الرئيسي عشان ينفذوا الحركة دي بالسرعة دي والضغط اللي احنا محددينها. ولو انا راقبت البلفين دول هلاقيهم باستمرار اثناء حركة المكنة بيفتحوا ويقفلوا باستمرار، عشان كده النوع ده من البلوف بيسموه بلف ذكي او بلف متغير، مش زي البلوف اللي بتبقى راكبه على كل بيستم اللي هو مجرد بيفتح ويقفل ما يعرفش حاجة تانية. جم بعد كده لقوا ان في مشكلة، ازاي الموتور والترومبا دي بيبقوا شغالين بكفاءة كاملة في جميع حركات المكنة؟ يعني الموتور بيفضل شغال بسرعة ثابتة سواء انا بفتح المنجلة او بقفل او بحقن او بحضر او حتى منتظر في فترة التبريد، ده معناها استهلاك للكهرباء بشكل عالي جدا. فجي بعد كده اخترعوا حاجة اسمها variable pump او ترومبا متغيرة، تقدر تغير عليها الحمل في وقت التحميل من عدمه، وبالتالي بتغير استهلاك الكهرباء في وقت التحميل من عدمه. الموضوع ده كان بيوفر حوالي 40% من الكهرباء، بس برضه ما كانش كافي، فعملوا حاجة بعد كده اسمها السيرفو موتورز، قدروا يوفروا بيه لحد 80% من الكهرباء عن طريق ان هو بيتحكم في سرعة الموتور بسرعات مختلفة، فيقدر يدي الباور او الطاقة اللي انت محتاجها حسب الحركة بالظبط. يعني الطاقة اللي انت محتاجها عشان تقفل المنجلة غير لحظة الكلامبينج العالية قوي، غير لحظة الحقن، غير طرد الدفاع، بس غير في الانتظار وقت التبريد، فالموتور بيقف خالص في الوقت ده، وده اعلى توفير للكهرباء وصلوا له لحد دلوقتي اللي هو السيرفو موتورز. وعشان كده ابتدوا يحاولوا يقلدوا المكن القديم يطوروه يوصل قرب السيرفو موتورز. تقدرش توصل بنفس الكفاءه بتاعت السيرفو موتورز، لكن بتركب حاجه اسمها انفرتر تقدر تتحكم فيها في سرعه الموتور بشكل جزئي، بتقرب جدا من الكفاءة بتاعت السيرفو موتور. ده بالنسبة طبعا المكن القديم. ولو انت عندك مكن قديم ننصحك تطوره فورا وتركب له انفرتر، مهما هيكلفك هتسترد ثمنه من فرق الفاتورة اللي بتدفعها كل شهر. لما نجحت فكرة السيرفو موتورز ولو قد ايه هو بيوفر في الكهرباء، اتغير الفكر، ليه انا يبقى عندي تانك زيت يبقى فيه ترومبة زيت عشان احرك المكنة كلها واركب لها سيرفو موتور عشان احرك الترومبة دي؟ طب ما انا من الاول اخد سيرفو موتور احرك بيه الحركة الجزء اللي انا عايز احركه من الاول. وبالفعل ظهرت بعد كده الفولي الكتريك ماشين او المكن الكهرباء اللي بيبقى راكب فيها سيرفو موتور على كل حركة انا محتاج احركها، على المنجلة راكب سيرفو موتور، على الحقن راكب سيرفو موتور، على العربية بيبقى راكب سيرفو موتور. بالالكتريك ماشين قدرنا نوفر اكتر من حاجة، قدرت توفر حجم الموتور الكبير اللي بيبقى راكب بيغذي المكنة كلها،
فبقى عندك مواتير صغيره على كل جزء انت عايز تحركه، اللي يخليني احرك موتور كبير عشان يدوبك اطرد بالدفاع. طب ما انا اركب له موتور صغير جدا على قده ما يستهلكش الكهرباء دي كلها، وهكذا. فكل حركه من حركات المكنه ركب عليها سيرفو موتور، فوفرت الموتور الكبير، وفرت استهلاكه، وفرت معايا ترومبه، ما بقاش عندي ترومبه خالص، وفرت زيت في المكنه، بقت المكنه ما بقتش هيدروليك، ما بقتش تشتغل بنظام الهيدروليك، بقت تشتغل بنظام مواتير الكهرباء السيرفو موتورز. وفرت طاقه تبريد في الشيلر عشان ابرد الزيت اللي بيسخن نتيجه حركه المكنه. واكتر حاجه وفرت فيها هو عمليه الحقن نفسها، فبقى في مواتير منفصله بتقدر تحرك اجزاء مختلفه في نفس الوقت. زمان ما كنتش اقدر افتح المكنه وانا بحضر لسه، كان لازم التحضير يخلص وبعد كده افتح. دلوقتي اقدر افتح وانا بحضر، تقدر تطرد وانت لسه بتفتح القالب. فعمليه الاوفرلابنج ده، او عمليه ان انا اقدر اركب حركات على بعضها في نفس الوقت، وفرت جدا في عمليه الحق. بس طبعا عشان كل حاجه بتبتدي في الاول بتبقى غاليه، فطبعا طبعا المكنه في الاول بيبقى اضعاف المكنه العاديه التقليديه، فبيبتدي يلجا اغلب الناس ان هم ياخدوا المكن العادي بسيرفو موتور بالترومبه، لان ده بيوفر في الكهرباء وفي نفس الوقت بيبقى سعره معقول بالنسبه للمكنه الفول الكتريك بالكامل. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وانتظرونا الحلقه الجايه وهنتكلم عن اختيار مكنه الحقن المناسبه سواء للشراء او التشغيل. نشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.